انت وسير كوه الريو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة واحدة انت اصدان دافو صلاة انت هل كان ما انت جوغنا وحل وريوش انت قدومية هني هورا يا قدومية هن عصب ما انت حل كل وريقي تاريخ دا آدمو عد قريتان كذا عد لو مضيره أيضا قرميس وعن سلية هاي إسماعيل وحيو صوغة بتاي هاوشة انتي وهي ومدك هوبان اسكبا هايد با وقدومي سورتي قلية ساقو او او سيدوي نوغا قيب غاتان راهدو اي هنانسان ورشادي وحسبي وكلمية كالي قبل كنتو قدار تاريخ هناك سن ما هينا حلبانا بضان كينتي ينا دقو بضاتا ماها مهمة دو حوية شقادة لغو دري سيدا دقو صباح يسا يسيدا آدو حبايسو يسيدا آدو ماموشو أما آدو هقاميسو شقادة كو تعالى وكو أماني إسماعيل أكو روري مينورن مينو حقا سوا أور دي دونايو وادت كان ميسان كالهين دوايشو أي قاد قادة هدية چير دك أي كحرن تهاي دد نمدود أما حس بنمدود ما أنت حلك اللوج مدي ما أنت لقى قاض وادك أن ميسان كعروس مركه رب العين وأنا جهم وين هاي إسماعيل نوعا وأنا جهم وين مختار أبو أحمد رجع هالكن كهال لواي دحدين وحوجه رئيسي من السادة وجوه رسوه حتى ورجع نسك سهر تجدني كل حس بيجي وكيم يلا ورنت لي وضني وعلى الله بارته إنه نافنا يو الله با وهاي رجع حس بيجا قبل كان تقدر ولي با دول كعد كل جد دوني يو أي مكان شو ده هيجي حرسي الله صم قعاوي مركز لسه ده على جو حساب تمايو ورجع حس بيجا هلك عارسية أدون تنو قلبي بكم إلها مختار وحن سلية هاي والون وحس بيقو الدين وأنها فنية هل كان مختار وحياة سوكر لسوان نقو آديات كوكو هنوين وانو وكاسوين إن شاء الله أن لبضن إلينا إسبدلي منك إسماعيل مختار وحي كم ديهن رقا حلك كويني تجوين كاي هيان أنا لي رحمن تريو وحلورن تري حق حراشة كحن نحس بجان كل مية يو يدولة دي سبع وضد كهاد يشر المناسب تلوري به ضد كي كوه بونا ما بالي هذا أنت بدن لورن تري وعن سلي هل كائن أنو يمك ملا دنيا رضا حلك لودي به يرجع نعصب الله مقعابي يرجع هو رقاب غار كم يدبا رجع يحس بيجا كروس وقادلة إماش ما أنت وتشوجو وميل ونك سنة كسيك عين الهين يهين وعلي رجل لقوم ما هي هوين كنا وا وشرفت آدمه وهذه أنا يشرين رك وشرفت وذو كلاذنان الهاي دي قبل بار راشين كيدو راشين كأن راشين في عنا قولين بار حاجة كرنت نين كيدو نودي بوكو قبل ورور تلمان تنم حي كرين دون تمر بريز مر ملي حدا كا بضاتا مر نبس بس كي كو بضيسا يا خديان بس كي تاغ انا كعشون يا دي قف وينو صلاه دي انت دب دول فرستي دي داشي انو لانا وحاد كرسا وحن وحي ساس مر نبي كل قا مر شراب كل قا ما انت دمبين انت وحي قرشي اسكول كان ليرادو انت كرنتا الا غبرتو سدو انت لو كاريو موجي سويني أنت كريمكم مقنت هاي ما أنت تنبي قذو كريسو سو كول ورسن تلو ما أنت نوحي كرنيس أي قذو ونعكسين صور دكتور كي وقذو بعرف كيدو بقاضي هرتل محاه لي ما أنت وارد دمي مستي يوما أفرت سن حبه والاست إلا وانين قذو حمد شيء أهبلاي كالي ويل نمانت راسين كي يكو كري
waxa diinaa kariyay waxa gabal kaga soo kordhay buu yiri waxa ay tiri waanigi iskuul cunta karinta ah waanigi galay ilaahay hadda taqaan ha ka bixin buu yiri ku jir buu yiri walaalayaan kulmiye dawladdeeda waxa lagu maaga hada jir waxa magacaawdaan dadad moodayna alla bari ka soo dareereen maanta markan ka bilaabo labada inaanay isbedelayaan iskuulkii cunta karinta soo kamaana soo bixin saasaan isle intaas waa taa ilaahay inuu ka barinaa inuu xilka ku asturo ismaaciil kama warwarsan sidaan sheegay dadkan miisaanka yar la saxqaadu dabeesha saxqaada la ilaahay qaadama haga xisbiga kulmiye waa baqaysan san u arkay waa ku cilcilisan loo biqimaayo loo biqimaayo war waa baqaysan mar hadda baqasaba ay ka siinaba soo gashayba waa baqaysan laakiin aan waxaan isleeyahay kelmaddaas in la yiraahdo saxma awood ka maqan ma garan maayo ama awood xisbiga kulmiye maanta ka maqan ma garan maayo haga waa baqaysan nin baa tahayo markaas aan ninkii ag fadhiyo maxaad la tahay saabil haddaad dhimatana hebel iyo hebel iyo hebel ka horreeyay baad u tagaysaa dee haddaad noolaatana annagaad nala joogaysaa qolada xisbiga wadani baa maanta garanaysa miisaanka mukhtaare waxaan isleeyahay dee waa la tartamaya halkana waa halka lagu kala badiyo waa loogya nin kastana dee raganimadiisa iyo dadaalkiisa waxa ay siisaa buu leeyahay gobolkana ka warwari mayno wadana waxaan leeyahay waa arkayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala raalliha ka noqday odaygii abtiga ahaa ee cabdiraxmaan xisbigii waa wareejiyey baa la yidhi inkastoo la leeyahy waxna waa la yar harag haddana xisbigii wareejiyo waa ka ku wareejiyey xirsi waryaadhan wadan qolo odayaaloo annaga ahoo salaad badnayd salaad badnayd intii dadkuba salaadood yarayd ayaa waxaa la yidhi shan nin bay ahaayeen walaalaahoo weysooyin waaweyn bay sidan jireen oo culus maalindamaa mid ka mid wuxuu yidhi soo weysada culayskeedii iyuu ka yaab wuxuu waryaadhin walaal war armay weysina dhuuc ayna goysi jannana aynu weyne war wadaniyo wixii yaraaya haysateenna arma iska wareejiseen oo aan de aw xirsi iyo ragga la mid idin ka qaadeen waxbana aan naga weydaan bal taa ka warramo haddaa codna naga weydaan ila xirsi baa guddoomiye laga dhigay annaga cod ku bixin mayne damiirkaygii dadnimadeedaan ku bixinayna haddaanu cod bixinayne weliba intii u dambeysayna xisbiga wax weyn baanu ka tirsanaynayo taaimka uu sheegayo muxuu ahay xildhibaanku sheegayo wadan iyo xirsi baan u tiranaynaa xildhibaanada iyadii gobolka ka soo bixi lahaay degmooyinka dhoqosha iyo muxuu ahay war xibraan iyo nasiye iyo belidhiig iyo war meeye raggii halkaa ka soo bixi lahaa xirsi iyo wadani baan u tiranaynaa war armaanu codna idin siin weynaa wadaniyo xisbigiinnia nagu soo wareejisaan waxaan kaga baxaya hawshaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay idiin dhib yareeyo ragga la shaqaynaya guddoomiyuhun baa la sheegaaye muhiimaddu waa ragga la shaqaynaye in ilaahay idiin dhib yareeyo hawl badanina way idin sugaysaa annaguna waan idinla shaqayn doonaa biidni illaah ismaaciila iyo meel wanaagsan wanaagsan oo tan ka fiican baanu ilaahay kaaga rajeyn.